This is Bethlehem, one of Christianity's holiest places and a major destination for religious pilgrims. Every year, thousands of Christians from around the world travel to the city to celebrate Christmas. But every year, just 46 miles away, there is an entire community of Christians who are not allowed to visit Bethlehem, not even during Christmas. المسيح ولد في مدينة لحم ومن الطبيعي أن نصل إلى مدينة بيت لحم. في بيت لحم الأجواء كل العالم بتيجي من برا وكلهم بيجتمعوا، بس إحنا عشان إحنا ما فيش تصريح وفيش إشي صعب علينا. In the heart of Bethlehem is the Church of Nativity, where Christians believe Mary gave birth to Jesus. Over 1 million people visit the site every year. But for Palestinian Christians in the Gaza Strip, visiting Bethlehem is a near impossible dream. كان في شجر غير عن غزة، غزة ما بحطوا شجر. وكان في بابا نويلات أنا تصورت معهم كمان، يعني في احتفال بالعيد هناك أكتر من هان، الناس هناك أكتر يعني من هان. بتمنى انه انا اكون في بيت لحم لانه هذا بالنسبه لي شيء مهم، يعني وشيء مهم جدا انه انا اقدر اتحرك بكل حريه. The Christian community in Gaza is small, numbering only around 1500 amongst a population of more than 2 million people. Like the rest of Gaza's population, they live under siege, which means that access to the outside world is heavily restricted by Israel. For Gazans, any travel to the West Bank or Jerusalem requires Israeli permission first. That includes visits to holy sites. دولة الاحتلال أنشأت نظام للتصاريح هو في جوهره نظام يقوم على أساس تمييز عنصري ويقوم على أساس فصل عنصري أيضا، لأنه هي تفصل قطاع غزة عن محيطه وتفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، تشتت العائلات وتقطع أوصالها، ويصبح من يحق له السفر هو فقط من تسمح له إسرائيل. مش معقول انه اجد مواطن يعني من امريكا ومن اوروبا من امريكا اللاتينيه من اسيا من اي بلد في العالم من حقه بيقدر بسهوله يجي على بيت لحم ويعني يحتفل ونحن السكان الاصليين لا نتمكن من الوصول الى مدينه بيت لحم لنحتفل مع اهلنا ومع شعبنا ومع في كنيستنا. Permits to leave Gaza are extremely difficult to come by. This year, over 900 applications were submitted by Gazan Christians to spend Christmas in the West Bank. A third of those applications were denied. نشرت سلطات الاحتلال ما يسمى بالمعايير أو الكريتيريا لمن يحق لهم السفر. يعني أصبح الأصل في الأشياء هو المنع، هو الحرمان، حرمان أي فلسطيني من حقه في حرية الحركة والتنقل، والاستثناء هو من تسمح له إسرائيل. أنا لم أحصل على تصريح بسبب غير معروف لمدة 15 عام. عائلتي بيحصلوا على تصريح، أطفالي وزوجتي، وبعض الأحيان بتحصل زوجتي بأولادي، لا أحيانا وأولادي ما بيحصلوا زوجتي بتحصل. يعني الأمور هاي تاعت التصريح غير مفهومة بالنسبة لنا، إيش سبب الرفض غير معلوم. Because of a quota Israel places on the amount of permits granted each year, some family members receive permits while others are rejected, leaving them with a tough decision to make. احنا بنحب نروح على القدس وعلى بيت لحم. كثير بنحب انه نتجمع هناك، ولكن ما فيش ولا يد ولا حيلة انه نتجمع مع بعض. بنضطر انه اذا حدا ارتفض منا كليتنا نضلنا عشر خاطر ونضلنا مجتمعين في قلب البيت ونشعر مع سوا بالعيد. يعني انا ما بغيره وانا مروح بزعل، يعني بكون بدي اروح مع بابا بحس اني محبطه من الداخل. طبعا انا حزين انه انا بقدرش اعيد انا وزوجتي واولادي كعائله كامله متكامله كل سنه بالوقت هذا. لما يطلعوا بيكونوا زعلانين انه لو كان ابوهم معهم بيقدر ياخذهم اماكن اكثر. For Palestinians in Gaza, Israel's restrictions on their access to holy sites isn't just about the holidays. It's about their right to practice their religion,
freely, openly, and without restriction. حتى لو كنت احتلال تسيطر على مدينة غزة وتفرض عليها حصار، لا يجوز أن تمنعني حرية الصلاة وحرية العبادة.